فإن الله سبحانه له الحكمة البالغة، فقد يؤجل الدعوة إلى أمد ليجتهد العبد في الدعاء ويلح في الدعاء ويستقيم على الحق ويحاسب نفسه ويجاهدها لله، فتكون هذه الحاجة من أسباب صلاحه ومن أسباب توفيق الله له. فينبغي له أن يلح في الدعاء ويجتهد ويحاسب نفسه. قد تكون الدعوة أجلت لأنه مقيم على معصية ما تاب منها، أجلت لمصلحة الله في الدنيا لمصلحة الله في الآخرة، فربك أعلم وأحكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيستحسن ويقول: دعوت دعوت فلم أره استجاب لي. في اللفظ الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستحسن. قال: كيف يستحسن؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أره استجاب لي، فيستحسر عند هذا ويدع الدعاء. وإن الله جل وعلا يعطي العبد بدعوة إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدعوة في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت يا عبد الله لا تيأس ولا تقنط ولا تمل من الدعاء، اجتهد في الدعاء وانتظر الإجابة، واعلم أن ربك حكيم عليم. قد يؤجلها سنة سنتين ثلاث أكثر لحكمة بالغة، هو أعلم بمصالحك وأعلم بأسباب هدايتك وأعلم بما يصلحك وينفعك وينفع خيرك.